دمان بمرت شرف تقييمها بدن المسؤولين تكل الدول حكومة دا هاي ده إنترناشنال كا الكويبين تا ورد محلي جا ورد برشلية كلام معلمين تا معلمين تجا مع ده دمان وحنا نقول السلام يا سلام تسلم كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمر كله يوم مظل كله أو مسك حبور يدور علمية دا أو نوس ديارين عد كهير أو كم ده كل ما ده حرير كاي وقبلين دوي كود البيي وموضوع كله أو قارة أو قرنمو وأن دون النساء يبرد وبدنان إلى البساعة ضد وحير لا إن نكون قادمة إن شاء الله فلنقين كوبن وكسب سن حال ذي هي وحبار سنة هي شيء سكي سومالي لاند هي إثيوبيا هي سفكرت كها كاسي هو أي مرتين هو هين أفر بروفيسور أو علمي باريس سفك لدون ودك بسمه هي قارقون مسلمين قرنوا هراء هايين أو إنه فلنقين دوانا ضد إنه هو السؤال كارا إنه سكوي دين دوانا ومدل كم دم مدل هو قيمة هذا لا يمر كلاجها الله هذه شير دوت علمية كي وحياة بقرن مو ويود كين ود كين واحد كده قبر شوبين هؤلاء قبائل بلوك قبر قبر شوبي هؤلاء كل دول لكن مر كناش كلاج الله يو أرن قرن مو مر كي تاجن تاي أي نيم تاي كل ما دم نعاني وأنا كل ما دم دول إنه إنه حيوجينه وإن حاجة سرقها هاي سنة إن شاء الله تعالى دمان هو ده نذا نعت كهير يو جروب كينات ويبرنامج كده ومهتيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم برنامج قد سعودك برنامج كي نوح نقوم دوناميد أن إن شاء الله تكون دذالين إنو كوب ناضو أو النحر أحاضو أو أبارت وقاري إن شاء الله تعالى سيان وقتك لينو قلو من كلمة بانسين دونا فرتانكا كلن كينن وحنا مسؤول كمدة مسؤولين تمعتك هير أيانو يردون أحمد علي كاين أحمد سولو والله مقع هير وأنا كم هذا إلا وقت إن قال قاعد نوصي هبيسين على قرط كنت هذا عاوا هالكم حنوف لنا ماذا لقونا لقولا في كل دانا لقينا براتك دانا سعى علميا لو إيه دانا ميسان كلا صار دانا أركتي أكو حيران هالك الله المستقبل ورقدي أما هشيس يفهم الصومال يعني إثيوبيا إن سعى علمي لو دول استعجو أو إن عليك لدوان لقاياكو وحن موضوع وحن نافيا ده هي برنامج كا يو جدون كقولها وهل كان لبا دكتور يلا بابا ستوري نافري دوانان ما عاد كهير وها أساسي ده كلا دوان كلا دا دوان كلا قان دوان كلا باكران دوان أو أي حاجة يعني علم باريال حرصات ولا دراسات كا وح مركا إن هيروح بدون يا إنه يرى يفرق قول حيا أقانتا يوح قبضلا وح وح قبضيرا هول قلينات برنامجنا الوضع كصعلا إن سال لقدر يقو أقانتا إن هول قلنا سي إن سال لقدر يقو أقانتا سي يالكا دولة نمو يدات كبا أهرامرا دل لولي موهرو مارين عن أقانت استعمالين أقانت دل عن استعمالين دوني دل موهرو مارين دل عصرها سيدا درادية دي سعود خلابات اي سومال لان وإن نقاد عصرين تي سومال لان إن سال لغر لغو أقانت قلب خلابات اي هير وحال كان وطاقين يوحا ويان فرقلين دا يوح قبض يدا برنامج دا بلوش دا باهياء بايلاحتير كبلوش دا لغو هرو مارين ايو ولو كلا ركتي دوين سنة عادي جاء الدنيا لكن تدك واحد الله سمي ما ضل أي كود دولان دو دو دنا كود أما يستان أرين تأسيس لا برتلا لا بشيء إن قف كره يك كسهر تجد أقبله يي نورا يجي صابر دعو سو برش دو كار مهمة ده أنو تاو قبلنا واتا وحنا أدوك فرحسنا هاي أنا مر لبات يمر ست حد كم هذا قصة ورا صقيب كشين أحمد هذا ديال بوم هاتسي هاي إن شاء الله وإحنا وروس عندنا برنامج كيني هلا خطبة ده داري ركبي تري دوانا نعاو إن شاء الله ساردين شيء جاي نروح نكون ذال دوانا ونن شن قذب أو كوكب نستل تاجنو أو أي فلنقين تعلميات الدكتور رضو أي كوكب نان إن شاء الله كو وسامين تهشيس كيس فهنو كل هاي حالات الجغرافية ديت إيه دقن قالي يا سياسة ديت يجلس كافريكا نروح نقيمين دوانا إن شاء الله تعالى فرصة هذا قالي إيه سوماليلاند إيه إثيوبيا وغشرة هشيس كاسيس فهم
qodobka saddexaad waxaan u qiimeyn ku sameyn doonaa yoolki Soomaaliland ee ictiraaf raadinta sida uu xaqiijinay heshiiskaasi insha Allah ta'ala ee muddo 7 sanadood Soomaaliland waxay u taagnayd inay beesh caalam ka mid noqoto heshiisida noocan ah kan iyo kuwa kale soo socdaaba insha Allah baladeen xaqiijinayaan ee isbeddeladaasi ay inuu yeego doona insha Allah qodobka afraad mustaqbalka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland 7 sano kadib sidee buu noqon doonaa ay inuu yeego doona marka laga qiyaas qaato ee geedi socodka iyo isbeddelada siyaasadeed ee waqtigan dunida guudkeeda ku jira qodobka sharaad heshiiskan marka uu dhaco maxaa laga filan karaa gaar ahaan dawladaha jaarka falcelimaha guud ahaan marka laga hadlayo mandaqada qaarada dalalka guud iyo guud ahaan xiriirka Soomaaliland la leedahay gudaha dibadda intaas ayuu ku koobnaan doonaa insha Allah laba qaybood baan ugu muhiimsanaan doonaa qaybta koobaad waxaan siin doonaa afar xubnood aan hortiina keenin doonaa insha Allah waqti kooban baan siin doonaa insha Allah oo cayiman mid kastaaba angal buu ka geli doonaa kadibna idinka ayaan idin siin doonaa wixii atalo iyo tusaale iyo su'aalaha ku dar kartaan insha Allah waxaan ku dadaali doonaa maadaama ay bari sabti tahay oo dadku shaqadeeyaan inaan waqtiga ururin hadii ilaahay idbo insha Allah ta'ala markaas insha Allah ugu horeyn waxaad la soo dhaweyn doontaan afarta xubnood ee caawin oo balansanaa hal xubin baa safar inagaga maqan hadii uu intaa inaga soo gaaro barnaamijka socda oo inagu soo biiri doonaa ugu horeyn waxaad madashay igu soo dhawayn doontaan insha Allah ta'ala wakiilki Soomaaliland ee hore ee waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiyay dalkaasi Mareykanka Dr. Rashid Maxamuud Nuur Rashid Garsoodo waxaad sidoo kale igu soo dhawayn doontaan insha Allah ta'ala Dr. Ahmed Farax Idle Ahmed Saki Ahmed Sodo saddex waxaad igu soo dhawaysaan insha Allah ta'ala oo panelka igu soo dhawaysaan Dr. Maxamed Cismaan Guudle Maxamed Sodo waxaan ka badan soo sano soo shaqeeyay gaar ahaan arrimaha ganacsiga kabriid waaweyn gaar ahaan ganacsiga gaarka loo leeyahay dalka Mareykanka iyo dalal kale waxa uu xilal sare ka soo qabtay kambaniga caanka ah ee Bloomberg loo yaqaan ee garanaysan in Dr. Rashid waxa uu leeyahay sooyaalka qaybgal oo sare oo la xiriira arrimaha ganacsiga dhaqaalaha iyo horumarinta intaas hadii aan kaga soo gudbo Dr. Rashid oo garanaysan waxaan u gudbi Dr. Ahmed Farax Idle Ahmed Saki waxa uu shahaadada PhD oo xiriirka caalamiga ah ka qaaday jaamacadda UCLIC isagoo oo ku takhasusay ee gaar ahaan arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada wax loo yaqaan waa khabiir aqooneed oo aqoontiisa baaxadda leh ku diyaariyay hawlgallo iyo daraasado firfircoon oo muhiim ah waxa uu ka qayb qaatay dhinacyada waxyaabo far badan ka diyaariyay arrimaha waxbarashada cilmi baarisaha maamulka iyo siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waa professor jaamacadda wax ka dhiga waqtigan wuxuu ka tirsan yahay jaamacadda Hargeysa Ahmed Saki hadii aan taa ku dhaafo insha Allah waxaan u gudbi doonaa Dr. Maxamed Ismaan oo garanaysan waa professor Guudle waa shakhsi caan ka ah waa ninkaas muraayada xiriirada garanaysan hadii aan qaarkiin garanaynin waa shakhsi caan ka ah gaar ahaan baaxadda tacliinta sare ee dalkeena waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ah ee Soomaaliland iyo gaar ahaan siyaasadda mandaqada iyo geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka waxa uu leeyahay baybaro iyo daraasado gooban oo la xiriira arrimaha isdhexgalka siyaasadda iyo horumarka waa associate professor jaamacadaha waaweyn ee dalka ah Dr. Maxamed waxa uu diirada saaray inta badan cilmi baarisaha iyo qoraalada cilmi ee la xiriira dhaqaalaha siyaasadda iyo horumarka waxa uu cilmiga hoggaaminta ka bixiyaa jaamacadaha dalka waa la taliye sare oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah iyo ururada bulshada ee caalamiga ah labadaba sidoo kale waa la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddexda xubnood waa dila fahanteen waa garanaysan insha Allah ta'ala waxaan martigu nahay inay noo falanqeeyaan hadii Ilaahay dhaahdo aragtidooda iyo cilmi baarisaha ay sameeyeen hadii jeer u jeedada kulankeenu caawo wuxuu ka dhigay kulamadii kale isfahamka siyaasadeed ama isfahamka heshiiskani waxaan baarsanaa dhinacyo kala duwan ayaa dagaal ku soo qaaday oo buuq ah qaarkood waa aragtiyo hoose oo qabiil qaarkood waa aragtiyo hoose oo naciib Soomaaliland ka dhan ah qaarkood waa aragtiyo hoose oo daciif ah oo xasidnimo
لكن إنه هالكو حنوفر دنا أرتي جود أو ناشنال أه إنترس كقرن كينه أي إنه فلان قيننا تمهم كهينة وتعيد ولا جو إيجيو أرتي علمي أو صله هذا يشيرنا وحصل كله أي أساسه أو ضم بيا كده حلقل كي واقع هذا يشير مجالس يفرد كديركو ما دام إن إما كيهم فوقه كبدن له ويسوق عبتانو هدو سلم يعيشان مركات تحسين دورنا برنامج كينو دوبس أيو سمعنا يا ولنا دوبيا مهم إنه ما يهينين إنه هل كان شم بقول أوقف أما لبكون أوقف إسكوجو يرنو لكن وحينو مهمة إن البرنامج كسيف عنو دوبنو كده ابن الصومالي عند رزق يجود هان جي الصومالي ده يدمن جي سقف كي عالم كوا إن إنه داودان سياسة ارتيد بدوبس بروفيشنال لينو سمعين دونا وحين دون إن إنه أررت إيو سوق هوبنو نحرك أبارت نحرك إنه أبارنو كده ابن إنه مركات رقاقة إنه يرينو إن شاء الله تعالى وحنو جوه الرسين دونا إن شاء الله وانسين دونا صدق الحب ندوح إليه إن صلى من لباتن دقيقة ضد لحدن دقيقة ضد بنسينا يا إذن كان إن شاء الله أنت دم بيا يعني دين ريبي دون هدي أبيد ما وعندك سودوين دونا دكتور رشيد قارف دكتور سودو مركب ولا تنسى قول قاضي أرت هشيس كان أنا أنا سينغرين يعني مقلي دونا مركب هشيس كان أنا جوه حيلة موضع فائدة دي فائدة فربنا نقولي ريسك فربنا نقولي دينا فائدة هذا سوري رالي هذا دينا فائدة هذا كيكسو هديف هديف فري تريد ولا بدين اللي قدر حلا بدو وده كده حلو أو أينو وحكي يبين كرو إثيوبيا وده كين بيع مشتركي أنت وحلا شو تقال إثيوبيا سفرية ولا قبل يارو ستة أيام ما تبي بروغل شو تقول ده كين وبيع منه أين فري تريد وده يعلنه وتلقاهن أدبوك عيا. at the same time دين عكلا هداك كأكتنا خشك بكو يرشرو مركز طور دقالها وآد وبحنا هذا ودن كاوين ودن ودن كا كاوين ودن كا كاوين دقالها بقول فيه بقول كحري the control for بدن بكو بيعلنا يا. and one of the challenges كو هشيس كريمنا كينو ليه يا حوي لابد political system وكل الدوام بينو لنا. نگیدت که اینو مرکز نمیگه چون نه دموکرات بوها این تی مکالمات کی سلوده و دبی نه دموکرات بوها دولت دیند ولی صد دور تا سد عذاب ولی صد دور تا یه بو سد حسود کی سلوده و دبی حال حس بی بادو میننده مرکی هرولا کی تی پی الف میها کی تی پی الف با دو میننده این میکنه پی ام پی مرکا وادن مرول به حس بکلی معامله لباس نباینو مرکا political risk ba halka ku yiri jira oo hadii u dhaqaalaynu xog ugu xidmo political system keenina kala duwan yahay influence ka inta leeg wada kala kugu yeesho halka challenge ba ku jira laakiin dil akala markad ka eegto dhaqaalaynu u afar jibaar mi kara ama u shan jibaar mi kara hadii aynu hadii dadkeenu ama hal soo saaraan wax oo halkan ku sameeyaan ama ha soo dhoofsadaan ay si xor ah ula geli karaan إثيوبيا أو يبغى يبين كران ده كي إثيوبيا. أنا ودي نعكر لو كي يجي ياو هرت شيس كرو. وينو استراتيجي وينو عمل غلاها هات مسكيرتها هاتو. سكيرتي كهدي إنه كوبريشن فربضن لسه ما ينو. بعشرة هو بكرار كودا إثيوبيا يدو سامي صتو. وهل كان دولار كسيرين يدو حبل غي هذا دي بير فربضن إنه سوق الله إنه حكي بينو. إنه بير كودا بكو يبسنو. لكن السكيورتي اللي لفت جيسا أما إنتليجنس شيرين أو سيرت أو إنه سلو ذاك نحن نقطه إن لكن دي على السكيورتي اللي لفت جيدا واحتر فربضا أيو إنه هي رنيا أنا قلت دينا عن فنتي آد إن ورتش وين هاي وحوي دينا ع دبلوماسية هدي صدق عيسى ده سنود بين ما أنت أقول سر لدينين هدي يتوه بينه بلوضو نقطه ودين كيو هري ناقوم صدق يور تقول إنه صدق هي صدر سندوت خالدي نيني أيه نقارني والمغلي لبوقف أورها يتوه بيا قوس جيد محيط نوتري فأنت أذبان ولا يعني صدق هي صدر سندوت بينه دجال منين على القوس هلا مركب حبيت يجوه الرئيس إنه شو دواتي قف كويشن كرينا يا أنا واحد ليه هالشيء كان قبل كي سبب وحن كلا وحن كلا كتيرة إمو يودا أنا واحد ما إلى ملها وحياة غيره هشيس قيمها وجوه إنه ينقي إنه لي ودريم كين يجوه إنه صدق يصدق أصلاً ضد وينو صورته قليه لكن مركز حال لقته هو
هذا يتبين قصة لكن أنا وحتر كلي نقطرين أنا جو حيقلا ونعكسن هذا يتبين إنه كان بينكرا إنه سو اعتراف كيني نرث هذه بس أفريقيا يونيون كي بعد سبب كويلا إنفلونس عادو بضم بيكل هذه وركت خريجين كين يكتو أما حتى هذا أفريقيا بيكتو والدولة دلابات population كبر كده يكتو والدولة الصدحات ما في اللي يتغالها مركل لا يكتو مركا ريجين كين وكلية مهم وما هي تبي أفريقيا بروتها دين عكلا عن ربينا إنه وحكتها بتاع حوي دين عد بالماسية ده هذه تبي أين لك هم بينقرين السوس ده عن مغلي إني كنتر تبي مهيو ده أين لك هم بينقرين السوس احتراف كي أين لك هذه السوس وحن آد بره شويني إننا واحد يرب السوس بدونين أين وده ما كله يدو حرير وناكس الله يلا هاي أي ناقصان دونان، and مركز توه هالشيء وهالشيء كشنو وادي كو قبل قرص ده وكله، مر وول بس إذا هالشيء كا أقرطه يو واحد كو قرطه، أيوه بو هالشيء كا حليل كا وراء جيس يحماتي سكح نانس، مركز وحن كورش شويني لوير رده يدت كهالشيء كني نقرية، إن هالشيء دي تيل ده ودين عول بثابنا يا ودغن كثابنا يا ومحي هاي ده. نقالها ثابنة يا أو سكيورتيك ثابنة يا أي نوعه دكان لكن جودهان مركز كودرتو هشيسكن نحر كيسة and أنا جو حيلت هاي دين عد قالها دين عد سكيورتيك دين عد دبلوماسية دا إنه كل جد فائدة وين إنه قلي يا هاي هدي ليدها أنا استول تاعنا بالوحي خطر هاي إنه جاي ما كره and أنا واحد مركز خطرت واحد وي لاستن مركّب رشّة على لابا political system بيرولانه، and مركّب هدي disagreement يمادو وحلوه هشيء ويا ما وحلا يسمو قبته، and هدي أنا هشيء سكودين خلاص سارين وانو هشيء سكو عدّي، and مركّب بدن يود مرول بين محكمة الله يسلط غابين خونس، مركّب استول مربو محكمة بلال يسلط جيّا، and ثان وحكا علين يون هشيء سكو واحد كو قرطي، قطب كلام كدري يا. وحنا جايين دينا ع environment دينا ع environment كهدي for example أيه نكودينه يتقرينه واحد أبارهن نقصون نغلق ده يو حيابها سوكل the same ما دام أيه نسكريجن كنالو سكو environment بيننا مركا أبارو ينقل نقول عام بيجروك لعام مركا روب كنا ينقل بثام بيجروك بثان مركا تلف تجيه ده هدي كهدي وح خسارة يا أما واحد يبلعه أما بره هذا أما روب هذا هذا تلف تجيه تب وأودن كي هو هنا ريجو هو وينسك كاشن كرينا وبل إسك عاون كرينا أنا وعاون كرا يجونا وا إن عاون كرا مركا سوق هو أنا جو أفرت هوا حيوان مرتي واركا فائدة دوجو وين إيش يسكر وينولي هاي لبس تحلا خسارة يا أنت المامينا وحن وحيوان possible قا وحرشيني إن لو يرديني يدتك إن هشيس كيرو قرية أي هشيس دي تيل ده هو خسارة هاي الركي ما كرا إنك إلها ليا أي نوعه دكان لكن دتك إنه حكولة تلنيا وفرصة دي قوة ينيد إن صومر تصدق حيصة دكاسنه مركل لقي ما دو ودك يا إنه حرسني وفرصة دي لا بعد قوة ينيد إن صومر تا إلهي وحكرشيني داد که اینی نام کلا دردار بیا، اینی نافورس داشت کلو می‌نیم. داد کله چه بی و ود وینو بود که اینجا قاضی سا، اما وحاسی. هک هک قاضی سا بود که قاضی گاز کله. منی به ودن کیسه لگه قاضا. این تای نکه کرینو می‌کوچوگیان. اینا گانه اینو که حالت هاتی که صبح حیانی هدی یو حکله اینو و گرانه اینو. دوستی دفتری بودن سیه که ما خود سرمی بازی دارشالله و فیزیک. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد بدو ما تنتهين. كل يتو انتين بدن دو سفي عم بدل سعتان. أو هراد بدن بالو قوي. especially إن لو قعدوا details ككشرة إسفهن كي أي كلا صحيح دين دولة فدرال كيتوبيا يسومالا. بلو جي هرمكو صوب حي درينك اللي دوم بصوب حي. إنجا جوش كوبات باو حياة هيد إن مدحوينو يسقوا رئيس الوزراء قرب فريق ووري
waxaan ku heshiinay oo isfahankan ka mid ah in Itoobiya ay noqoto dalkii ugu horreeyay Soomaaliland aqoonsada Abiy Axmed uu saabinay kulli clipkaasi intiina badan waad aragteen Itoobiya wax negative comment ka may daba keenin may dafirin arrintaasi kamay soo horjeesan intii aanay dawladda Soomaaliland sharaxaad toos ah ka bixinna tashwish badan baa laynagu furay campaign haga media la inagu qaaday especially comfort Somalia illa iyo yar iyo weyn leeyna ma qali la culimadii baa isugu keenbirtay what wada aragtay markii uu madaxweynuhu dalka ku soo laabtay brief information buu bixiyay aan badnayn oo khayriyada dadka kula hadlay faahfaahinna kama soo bixinay arrintaasina mar kale way dabkay inagu sii kicisay haddana mar kale laba shay baan ka sheegi doonaa macnaha waxaan history-ga soo akhrinayaa inaad fahantaan hadba meesha ay wax taagan yihiin golaha wasiiradu la hadlay madaxweynuhu la kulmay haddana xisbiyada mucaaradku la kulmay kadib uu TV-ga qaranka u waramay information 30 minutes ka badan oo la wareysanayay buu bixiyay detailska intiisa u badan aynu ilaa iyo hadda hayna Soomaaliland gudaheeda madaxweynaha wareysigiisii TV-ga qaranku bixiyay ayay ku dhameyd. Dhanka kale oo garabka kale ee Itoobiya information-ku wuu iska soo daba dhacayay mid qoraal ah, mid wareysi TV ah iyo mid Twitter. Qaarkood way iskhilaafsanayeen, qaarkoodna way iswaafaqsanayeen. Maanta oo bil ka soo wareegtay heshiiska maalinkii la galay bil iyo maalin baa ka soo wareegay maanta February 2 baan marayna January 1st-na waa heshiiska la galay Itoobiya iyo Soomaaliland way dhaaftay gobolka iyo Afrikana way dhaaftay adduunyada dhan baa hadal haysaa think tank-yo badan baa lagaga hadlay article badan baa laga qoray idaacadaha caalamka lagaga wada hadlay major news outlets-ka adduunka oo dhan arrintaasi qoloba dhinac ay rabtay ha u qaada laakiin arrin waxay noqotay international issue. Qadiyadeenii markaa aynu 30 sano u cararaynay international arena bay timiday maanta oo dee stage-kii caalamka lagu hadlayo waxaa la inaga sugayaa inaga waxaynu rabno inaan sharaxaad toos ah ka bixin karno logic ah oo cilmi ku salaysan oo innagana waxayna tartaa dunida dariska aan la nahayna aan dhibaato u geysanin arrintaasi guddiga loo magacaabo ee dowladda ay u magacaawdo arrintaasi soo diyaarinaya ayaa xil gaar ah iska saari doona wixii danteen ah gobolkan dan ay ugu jirto diblomaasiyadii haddaba fooda la isla daray culayska ugu badan wuxuu ka imanayay jaamacadda carabta iyo dowladda Soomaaliya oo garabsanaysa jaamacadda carabta iyo dowladda Masar oo dano dhaqaale dhaqan dhaqaale isku hayaan Itoobiya oo webiga Niilka wadamada garab istaagay ilaa iyo hadda on record waxaa ka mid ah dowladda Qatar iyo Turkiga waxaasi verbal ah u taageeray midowga Yurub dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka waxaa arrintaasi dhexdhexaad ka istaagay midowga Afrika iyo IGAD dhankeenna inta badan waxaa u soo janjeera dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda aan heshiiska la galnay Itoobiya inta hadda 30 ama 32 totally heshiisku uu update-ki yahay ay caalamku kala marayaan horta halkaasuu heshiisku marayaan innaga ka Soomaaliland ahaan markaanu imaado maxaa faa'iido inoogu jira maxaynu ka faa'iidi karnaa siday nooga faa'iideysan karnaa ta koobaad inooga faa'iideysan karnaa waxa weeye inaan horta leenahay national interest la yaqaano qoran oo ummadoodan ka dhaxeeya oo aan xisbi u adeegaynin
وعن شخصيات وادقينين وعن كحجارة وادقينين وعن قبلة جارة وادقينين لكن دنتي قرنك أدم يسترن أو سعلم للود شيء أو أين الله نحي إنك وجهنا أرنتاسي وحي إنك هني دونتا سيدا ما أنت أي توبية إنك سكو أفكارنا أي دولة بدن أو كلشيت كاسو رعدونا إسافقرتك إسافقرتك إنه مركواين ونقطة إسافقرت حقيقة كوسا ليس أو ربيتان كا دات كرير سومالي لان ديغان كي دورانا كسو تشيداني متالي كرا سيدا كلانو بفايدي سنكرنا وحكمي دا إن دات كإهل كاوا دبلوماسيين تا تكنوكراتيس كا إيو أقونيهان كا إيو دات كغنحسي كشاقية especially غنحسي كغوبل كا international trade كوله in qayb laga siiyo oo ay heshiiskaasi faahfaahintiisa iyo la tashigiisa in qayb libaax la ka qaataan ay noqoto en su'aasha kale aanu imanayaa ee labaad oo ah en security implication may nagu sameyn kartaa oo xaga amniga maxaa ka iman kara intan heshiiska hadda ka soo waramay sawir kale aan dib idin ku celinayaa dawladda Ethiopia een tan iyo sida ambassador ku soo sheegay hal xisbi baa ka tirinay tan iyo intii uu ka dhacay ee mindista xeelan mariin boqortooyadii markay baabacday wixii inta ka dambeeyay waxa iska daba yimanay waa xisbi kaliya oo dominant ah strong central authority leh oo awood ku fuliya arrimihiisa oo inta badan ay tahay in dawladdu ay isticmaasho awood TBLF way ka soo shaqeeyeen dhowri sadan sano waxa ka dambeeyay Prosperity Party oo imi ka ku wajooga oo iyaguna tan iyo intii Abiy Ahmed imi day xilka hayay dramatic change ka imanaya maxaydanay siyaasadda Ethiopia waxay ku tusinaysaa xaaliyan hadda inta Ethiopia ku jirto dagaal ay dal shisheeye ku qaado taa waxraatiibad ka wadatay Soomaa Tigreega dowladda Eritrea oo population ahaan Soomaaliland ka yar baahad ahaan geographically Soomaaliland ka yar 27 sano la dagaalamaysay taa ka dhul aanu kamii qaadan dowladda Ethiopia 126 million oo qof ah marka la isku daro dhamaan gobolka population ka degan oo dhan East Africa marka Kenya iyo Sudan iyo Eritrea iyo Somalia iyo Somaliland iyo Djibouti la isku daro wali Ethiopia ka population badan haddana Eritrea oo gobolka oo dhan ugu population yar marka Ethiopia laga reebo marka Djibouti laga reebo way riix karwi taasi macnaheedu waxa ku tusinaysaa in aanay colaad hadda Ethiopia diyaar u ahayn yaan la idin kaga cabsiin in dhulkiina xoog la idin ka qaadaya cid Soomaali ka kani adagni ilaahay ma buuran horena waad aragteen haddii wax la naga qaadi hore la naga qaadi lahaa cid inaga qaadi karto male hadaba maadaama aynan cidina inaga qaadi karin inaga maxay noodana ma dagaal uun baynu diyaar u ahaana 24 saac sidii reer baadiyaha oo inuu qoriyo xabad isla hor taagnaana mise horumar baan rabnaa adduunyada wax la qaybsana fikirkii ahaa la inagu shubay dawladdi dictatorship ku inagu shubtay ee ahayd Ethiopianku waa cadawdi iska saara fikirka ah Ethiopianku waa cadaw 100% Ethiopianku cadaw ma maanta iyaga inaga muslimiin badan hadii islaamnimo la yeegay maanta iyaga inaga muslimiin badan population kooda percentage ka muslimiinta ah iyo population ka Soomaalida dhan hadii la isku geeyo inta dal iyo dibad ku nool oo dhan ay afka Soomaaliga ku hadasho wali muslimiinta Ethiopia ka badan marka kolnayaan la idin ka dhigin waa gaale la dagaalama kolnayaan la idin ka dhigin waa cadaw la dagaalama siyaasadu waa dan dantaadu meesha ay ku galiso ayaad la tacaamulaysaa horena waanu sheegay Ethiopia walaalkiina maaha cadawgiina maaha dana wadaag baan nahay dantaynu wadaagaynaasi ama way isku keenkeeni oo waxbaynu wadaagay ama wayna kala kaxayni wax inta u dhaxeeya ma jiro deris baan nahay ilaahay baa iska imbaday weligeed ba deris baan ilaahay handuran generation soo socdaan saaran miyuu deris u ahaana iyagnayna ma riixi karaan inana ma riixi karno
دوردي إسلام كمرك يجوعين إنه ونس إيريان ينون دوردي قميص كمرك يمدين إنه ونس إيريان ينون ما أنت نسيدهم بين سكوت جدنا إنا إن قوم بيلهاي سكيم بغي مر والبد ششاي وحوي ناشيبا يدنا ششاي أنت لا ناس ورد حمرا ينن عدو سن دريس كنا دنتين مر والبا أي فارسة وحي نجاي نودنا أياتكوا بعده هدي security implication يمدى مركا سلك military بالسينية security implication كتب يا دلين كرتا ما أنت لقى بلا بوشن يتوبان صنو إن قاعدة لقى يا بابا على هذا هبين يوم مالكم عبورن و evolutionary process ويسو بقشة ويويناتا ولا بلاريا كدي بدت كالبوق عليا كدي بعلا دو عبورن صدن يلا بس أنا صدقني يصدق حسنا دولة الصومال لأن ما أنت شرتو أو أن إلا إيه هذا لا أكون سنين هل مالين نيتوبي مين ولا تقالني مين كدولني مين ودب قارسيني إيه ناي نمي قارسين دين قومي سو دولن دب ناي نامي كيني أنت حال ذه نمر أي آد وليتين أو أينان عيدا لحين أو أن مشارك عيدا ما داينان بحين كرين oo ma tidayn inteeda badan wali ba qaxooti ku tahay deegaankooda ayaa ina soo martay oo Itoobiyana ladan tahay oo caalamko dhan taageero oo ay dhulka dhan naga qaadi kareysiin way ina soo martay Soomaa laakiin ma idin hadana taas waxa ku tusinaysa isbeddelka Itoobiyana uu jira oo nidaamkii haylamariyan ee ahaa inuu geeska Afrika dhan xog ku qabsaday meesha way ka baxday iyaguna runtay la nool yihiin eritreyana way soo arkayna waxay og yihiin calaad inaan cidna wax looga qaadi karin oo inta ayaga ku dhawd way aaminsan yihiin halka kaliye ee aynu ku wada noolaan karnay iyana wax tari karaynaana waxayna tari karaana waa inaan nabad ku wada noolaano aan wada ganacsano oo hadba intii danteenu ina midayso aynu ka wada shaqeyno wixii aan ku kala duwanahayna aynu isugu cudur daarno oo aynaan isku riixin ama aynaan isku qasbin qodobka saddexaad baan imanayaa qodobka saddexaad waxa weey regional implications gobolkan maxay ku samaynay muxuu ka dhalin kara maxaa ka dhalan kara gobolkan marka ay joogno gobolkan waxaynu ku wada deganahay waa sidaan idin sheegay waa Djibouti waa Eritrea waa Ethiopia Somalia Sudan Kenya iyo Somaliland oo maanta aan joogna heshiiskaasi markii ba reaction buu keenay dawladda Kenya way ka amustay dawladda Djibouti dhexdhexaad bay ka istaagtay dowladda Eritrea iyo Soomaaliya isku raay bay hayn inkastoo aanay wali cadeynin in calaad hadda muuqata oo dowladda Soomaaliyana ay Itoobiya ku qaadaysana ma jirto calaad ay Itoobiya u digay dam leedahay oo rabto in dul Soomaaliyad ku qaadana ma jirto diplomatic crisis ka abuurmayna markiiba wuxuu gaaray macnaha in ururadii ay ku jirtay dowladda Soomaaliya ay u qeyla dhaantagto haday tahay ururka midowga islaamka jaamacada carabta midowga afrika iyo igadba intaba way la hadashay intabana reaction ka bixiyeen wad ka warqabtaana waxaan idin ku celinayaa kaasima hadda xaaliyan in xaalad abuur gobolka ka taagan ma jirto xaqiiqada on the ground kaana waxa weey dawladda Soomaaliya inaanay gacanta ku haynin deegaanada Soomaaliland aanay maamulin influence aanay ku lahayn go'aankoodana aanay waxba ka bedeli karin xaqiiqada taala awgeed inta badan dawladaha afrikaanku way ka gaabsadeen in dawladda Soomaaliya garab ku siiyo because xaqiiqada la nuliyo oo heshiis ay dawladda Itoobiya inta kaado Muqdisho ay ku soo gasho lagu ma implement gareen kara Soomaaliland taas qof walba uu ogyahay waa xaqiiqada underground hadaba maxaa meesha yaala ee walaac inta leeg dhaliyay waa laba shay dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland farqiga u dhaxay waa hal shay midna waa digital recognition oo sharciyan bay adduunyadu waa aqoonsan tahay in dawladda Soomaaliya dhan matasho tahay midna waa de facto oo waxa la yiraahdaa autonomous region weyn Soomaaliland waa gobol madax banaan oo aanan influence ku lahayn dawladda Soomaaliya iyo sharciyadeeda laakiin caalamka markii aan joogno wali waxa la inoola tacaamulaya sida sharciga inaynu Soomaaliya qayb ka mid nahay marka iyadu qodobka iyadu ka faa'iideysanaysa dawladda Soomaaliya ay wax leedahay territorial integrity Soomaaliya iyo sovereignty-gii baa lagu xadgudbay waana meesha keentay in wadamada midowga Yurub iyo Mareykanka ay raahdaan Soomaaliya sovereignty-geeda hal tahgaliyo waa heshiiskii caalamka oo dhan ka dhaxeeyay
إنكنا إنسان وردينا بقى إن إنك يو سوماليا إنتينو كلابحنا أن يسكدوا عينو أوينو نقنا ودن لا قنسين يهي أو سوماليا ندرس لا أصحيبنا لا أنا عدا ودي كده حينين إنتها سيها دبا مركلة جوغو سياسين تكونفرت سوماليا ما أقول أواي فإيدة دقالنا ويكو قبان أو ديقاها عالم كبحيو دن وحيكو سوقاتان يان إسحنبار سوماليا سوماليا نا جمهورية ديمقراطية فدرالكا سومالي from راس كامبوني لراس عسير واحد in anywhere at other where مركها هذي UN تو لعكسيني سو هذي African Union كل عكسينيان هذي European Union كل عكسينيان all كبايو وحاسو دقالة سومالي اللي ببحنا يقيب كبيد سومالي لا داينا سياسيين تأساسي personal أو استعماله وليبا و on the record marka ninna jeebkiisa shilinka ka baxaya oo dul qaadan maayo inuu iraado de waan iska fasaxay marka intaas inoo sii jiidanayaan kalgacayl ma yaalo colaad kale oo ay noo qabaana ma jirto nin walba wuxuu shilay inuu waxaaga yar yar dibay marka loo yimaado hadaba xaqiiqda on the ground ka dhaqaale ahaan Soomaaliland waxay ka faa'iido doontaa heshiiskan laba shay baa ugu muhiimsan Ethiopia dhaqaale weyn inuu soo galiso ma hayso لكن هذين وذاكن عشان الرقاق الرقاقها سوق ماركت كان ولا جاي بعدين يسبدل كويمة ده أما لبتشر وشبارما أما صدحشر وشبارما لكن ولي وحوين أو أينو وده ما شاءنا وين أنا وحوين بكبدلي دون ما لكن وحي سوتشي إذا كرتار الناس هدي بحال مر حد الكو أقانص ده ده الكلو إنترس كاريني يجون أقانصي كده وقان مركب إمارات كوكمية هاي ودنكلا وإنجليز كودنك أو استراتيجية بارتنرشيب ولا لي يدور ده سومايلان وايحدين عام لقي إنترنت شارينج كاودا شقيان هذا قالن كبر عبدات كيارج كحسد كاودا شقيان ناينو سنا سيدو هربوا وبلن قاضي ديفيد كاميرون مركو برايم مينستر كها هدي حال دلو أفريقيانو كا قنصلا نقولوا كا قنصلين مركا إن لقي أبو إن يجيبوا نصور عن إن جا مركا دني واحد يقول شرطة حال دل أو فايف فيتو باوريس كيو إن تكمل آه أوينا قنصلا ayay nooga khayroon inta kala dhan waayo aqoonsigaasi aqoonsi rasmi ah noqonaya marka dawladda badan baa influence-kaasi qaadanay marka falastiin inta kaliye kaga duwan tahay wadamada kale ee la aqoonsan iyadu waa authority wali state ma falastiin dawladda islaamka oo dhan iyo kuwa aan muslimiin ahayn iyo afrika oo dhan ayaa dhamaantood aqoonsaday falastiin hadana ma hadal sababtu waa maxay shantii dal ee UN ta veto power kala ha mid koodna ma aqoonsan marka inta hadii hal dal oo la helo Soomaaliland aqoonsada marka UN security council ka kamida ee aad bay inaan fiicid doonta qodobka u dambeeyay kusoo gabagabeeyay waxa weeye ee dadkeenu inay laba midba fahmaan number 1 interest ka markuu yimaado dalku in laga tago siyaasada arrimaha gudaha oo focus kala saaro wixii aan dadka beesha caalamka iyo dunida la qaybsan lahayn kala qaybsanaanta dhexdeena way taala wayna ooli doontaa waa dhaqanka siyaasadeed baa sidaas waligeedna iman mayso dad is wada jecel oo siyaasada wada ciyaaraya oo haddana aan waxba isku khilaafaynin taasi boqortooyin kuma ka dhacdaa boqortooyina ma dalkani marka intaas aan kusoo afjaray assalaamu alaykum way bismillaah الرحمن الرحيم عويس ونكسن waxaan jecelahay markii hore inaan u mahadnaqo madaxda iyo masuuliyiinta maadkan barnaamijka soo qaban qaabiyay waqtiyadan waxaan filayaa in badan baynu la soconay arrinta ku saabsan waxii loo bixiyay isfaham waaga waxaan jeedaa isfahamka Ethiopia iyo Somaliland erayga isfaham waaga marka afriga xaday waxaan jeedaa dadka qaar maqaaladii laga qoray bay ku jirtay memorandum of misunderstanding iyadoo marka hore ay ahayd memorandum of understanding waayo wuxuu abuuray fikrada kala duwan oo meel kala duwan ka imanaya haddii tahay gobolka aynu ku noolnahay ee geeska Afrika
يهدي أي تهاي قبل ذي نجف فوق سئون سوحران سياسة دون كما كان يقول سيدا أما ورضا وين الدنيا اللقى أقوم سيني هاي سيدا أفريكان يونيون أوركا جامعة عربتها أوركا قرمت ميدوبي ورفر بدن وضيم كا مقاشينا مقاركو داد لسعوتان وقدم بيي أوركا ليرهضو أفريكان غريسيا نان ألايند موفمنتس أو شركو دي قدم بيكو قبطي مقاردة كامبالا تلك يوغاندا meelahaas oo dhan ee saaxadda adduunka ee wadamadu ay ku kulmaan ee Soomaaliland iyo wadamo fara badan oo kale oo dunida ku kala baahsan cidna ma aqoonsana marka meelaha miisaska lagu wada shirayo ee arrimaha laga hadlayo ee badankood ma fadhistaan oo kama soo qayb galaan qaabkan uu u dhisan yahay systemka siyaasadda ee adduunkuna aad uma jecla oo badanka ma soo dhaweeyo wadamadaas oo aan jecelahay intaanan qodobkan u yirgudbin dhowr daqiiqo ugu horeeyeen oo naga faa'iideysto bal inaan warbixin yar oo kooban oo aan ka sameeyo ama aan dadka la wadaago oo ku saabsan Soomaaliland dadka wadamada ay isku martabada yihiin ee wadamada aan la aqoonsanin iyo sida dunidu ay u faquuqday iyo meesha ay kala taagan yihiin xataa cilmi baarisyada qaarkood aad ku arkayso inay u isticmaalaan magacyo qaarkood ay yihiin magacyo qallafsan oo ka mid yahay waxa dadka qaar u yaqaanaan gooni goosadka ama secessionists dadka qaar u yaqaanaan wadan kale ka go'aya wadamada qaar waxa dadka qaar cilmi baarisyaashu ay u yaqaanaan phantom states ma bixiyeen xataa qaar baa ku tilmaamay gaarsiyo heer ah inay u bixiyaan magaca wadamo terrorist states qaarkood ay ku tilmaamaan marka systemkan adduunku u shaqeeyo ama qaabilsanaadkan dunidu siyaasadda maanta ay u degsan tahay wadamada aan la aqoonsanayn iyo gobollada aan la aqoonsanayn inkastoo Soomaaliland aanay geli karin erayga hadda jeer dadku ay badanka ka isticmaalaan gaar ahaan Soomaaliya iyo madaxdoodu ay badanka isticmaalaan gobol anaga naga mid ah ama gobol ku yaala waqooyiga Soomaaliya siday u sheegaan Soomaaliland ma noqon karto gobol waayo markii hore qaab taariikhda hore markii laga soo ama taariikhda siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala lahayeen laba dowladood oo isku biiray bay ahaayeen oo waliba Soomaaliland iyo dowladdeedu u dhameystirantay ay ku biirtay taas waa dowladdii ka jirtay Soomaaliya Italiana la oran jiray marka sababta keentay in Ethiopia iyo Soomaaliland markii ay isfaham wada gaareen sababta keentay inay dunidu ka qayliso wadamo badan ay ka qayliyaan gaar ahaan Soomaaliya oo sheeganaysa Soomaaliland inay ka mid tahay ay meel walba ka tuurto oo madaxweynahoodii uu qaato rool ah kii wasiirkiisa arrimaha dibadda oo meelo badan u maro oo wadamo badan culays saaro oo ururada waaweyn ee dunida laga aqoonsan yahay uu kulmo qaar la kulmo safarro badan uu galo waxa weeyaan Soomaaliland waa wadan kamid ah wadamada aan la aqoonsanayn qaab ismeedka dunidu ku shaqeysa maantana ka faquuqan oo aan cidna ogolayn inay soo dhaweeyso inkastoo dadka qaarkood doonayaan ama wadamada qaarkood ay doonayaan inay si uun ula macaamilaan oo haddii aanay jirin aqoonsi guud oo aqoonsi maaratay caalamiya dan u jirin inay ku bedeleen erey kale oo ah xaqi laga oran lahaa international recognition ay u bedeleen erey kale oo la yiraahdo international engagement marka aqoonsi kuma hayno oo dowladahan kuma aqoonsanin laakiin haddana waan kula macaamilaynaa oo xafiisyada wadamada qaarkood xafiisyo inay ka furtaan dad maaragtay u metela ama dad aan safiiro buuxa ahayn ay u soo dirsadaan waxaan filayaa dalka UK la yiraahdo oo keliya ayaa ah wadanka keliya ee reer galbeeda ee xafiis ku leh caasimadda Soomaaliland Hargeysa wadan kale oo xafiis ku leh dunida galbeedka oo aan Soomaaliland ahayn aan jira aan UK ahayn ma jiro wadamada qaarkood xubno sharafeed soo diraan wadamada qaarkood consulate space isticmaalaan Turkiga kale consulate bay leeyihiin Ethiopia consulate general inkastoo aanay u report gareynin magaalada Muqdisho oo ay ka madax bannaan yihiin inay toos ugu report gareeyaan wasaaradda arrimaha dibadda marka Soomaaliland waxay ku jirtaa
ظروف سداس أو كلا واي أدرك تهاي إن قاب اسميت كي الدنيا أي كلام عامشوا سدوك أنا شخصيا وحنا عامين سنة هنا قاب كان سياسة الدنيا يدك سنتها إنه هي قاب أي كشفت مرافقة فربضا صوت أنا ولا هي مرافقة لكن كشفتنا حويان مركز دكتور سياسة تلك دكتاتية ما أخرستية ما علم بارس سياسة لا كوسابسنا آخرية متيريس كسياسة تلك آخرية أما عرقتيها international relations كمركز آخر ده سيفوين بتشرد الدولة نمدا لقوية قانو لما إيان نكون كرا دولة إيان دولة نكون كرين مركز دكتور دولة نمدا إنت نكون كرتا سومالان بقول كي ويكبدي سي أي أنا نقول قبا مركز دكتور قاب نسميت كدولة ده مركز دكتور سيفوين كل جوجل نية دولة نمط أوردن حتىنا سيستم كي دنيا كتشري وحليه هاي دولة هم كم واقعون سنين كون إلى هذا وحمان واقعون سنة أي سو شيءين هيان كار كاقون سيا مركب قارك تشب هذا عن ميل نبهي سنين أي واقعون سنة وينو جين وحكي كده عي ليبيا سيدلوك على فرفري تشب هذا يرو جاميني ميت كميدة تدك تشب هذا جاميني ويا قون سنة وضمه بضم باقون سنة السودان وين أجنحي وحكي السعودية وطن كوالا كلوجوي شبهات مركي هراي قلت لك لين إني دولت الدفاع ده أي أي مكان هذا ناعي كده جن إني يوا قنصدين إني يدل فيك المثلك في الدولة that's why أي دولت السودان وجب حذي ورك إيجاد إسلام مركز ناعي وجوج سمع عامل كايلا لحيد وطن مفر بطنو أفريقيا لا مركا سمعلن شروطه الدولة نما لغو دورا لهاي ودا نما لغو أقنصل هاي ولا لهاي هذا لكن سيستم كاس واقح مهاي إننا قلي كريم. أهلنتن وحنكوسان لقنا يعني بوقتي كفاية السنة يا. أهلنتن كوسابسن إسفهم كا دحمري إثيوبيا إيو سوماليلان. إميك أم بيدت كوكو كبرى روين. أريج إم يو لكن waxaan filayaa in qaarkiin aad ogtihiin ama hadiidin ogeyna aad baari kartaan dawladda Ethiopia waxa jira heshiisyo afsfaham oo hore oo 2-3-4 ka badan oo ay dawladda Soomaaliland la leeyahay ama ay la sameysay oo la heli karo record-koodi maanta uu yaalo hadii aanu public ahayna imika aan qabo in ummada loo sii daayo si ay u arkaan شيء فرق بدن بجرا أو إميو دولة سومالان أي دولة إثيوبيا أي هرو ولا سهلين أو كوسابسن أخنتا أت كل هذا يبقى حكم إذا هاي أخنتا لحير دا جناسيكا ترانسبوركا يو ترانسيتكا تريد ترانسيت أن ترانسبورت مل وحبا هوجو بدن سومالان إثيوبيا أدو جودا وجوه شيءين مدة بدن تاسبا كوتشتي وحكي تدا أخن مال حير دا security ga arimo la xiriira dhaqaalaha way badan yihiin marka waa inaan ogaano in aanay ahayn isfahamkii ugu horeeyay ee ay Ethiopia iyo Somaliland galeen kuwaas oo marnaba aanay dawladda Somaliland uga amar qaadanin Soomaaliya ama aanay ka helin ereyga ay u bixiyeen consent oo hada jeer ku celiyay Hassan Sheikh Mahmud uu leeyahay anaga in consent laga qaatay ayayd wax jira heshiisyo kale oo waaweyn oo caalamiga way dawladda Soomaaliland iyo dawladda kale oo dunida laga ixtiraafsan yahay galeen sida mid aan ka xusi karo heshiiska ee dawladda Jamhuuriyadda Seychelles iyo Soomaaliland ay wada galeen ay ku saabsanaa in maxabiist la soo darsado qaar ba jira dawladda UK iyo Soomaaliland ay wada galeen oo ku saabsanaa iyaguna arrimo la xiriira dadka lagu xukumay UK ee la doonayo haddii xukunkooda dhamaado in lagu soo celiyo Soomaaliland sida imika kan ay doonayaan inay dadkooda geeyaan روها ودن كان أفريقيا كويا لا بارجا، and مركا أرينتن لابد نعمل الدنيا إنن سيرو كومن وغورمو، أرتا إم يوغا إلا هدا بابليك ماها، واحد بلشة للو ذاقي دولة سومالان إيو دولة إثيوبيا لابد واي لو ذاقين ما تشرو، لكن سيدا أن بودي دك أركيني وحكو قرن إن دولة سومالان أما سيد متحبيني هالسومالان وكشاقيش معناتي شركة شرائية قبني إن كودي جانوري مقالة تصبع إن مدو كنتون صناع حدي عيمان أو بطاك إن كسون العيمين ولي ماشي تهي
laga kareeyo dawladda Ethiopia iyagu helaya access ah badacs waxaan ay u isticmaalayaan arimo la xiriira xagga ciidamada badda oo aan lahayn wax ganacsi ah. Wareysigii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya uu bixiyay waxa uu sheegay in ay dekedda Barbaray isticmaali doonaan arrinta ganacsiga markay noqoto ganacsi ahaan ay u isticmaali doonaan. Tani marka waxay keenaysaa riyadii Ethiopia ee ahayd intaas soona ay ku riyoonayeen ama ay doonayeen ama ay ku hamiyeen inay marun u helaan xilliga badcas inay gaadhaan in ay u rumowdo iyagoo laakiinse aan ku helaynin muxuu ahaa si bilaasha laakiinse ay dowladda Soomaaliya laftigeeduna miiska soo dhigtay arrimo daruuri u ah dadkooda iyo maaragtay iyo nolosha ummadeeda oo ay ka mid tahay inay dowladda Ethiopia ay aqoonsi rasmi ah siiso Soomaaliland. Erayga aqoonsiga isaga laftigiisa u baahan in waqti badan laga sheekaysto, waayo wadamo badan oo dunida maanta ku yaalla ma haystaan aqoonsi rasmi ah. Haddana dunida kale way la macaamilaan oo horumar ahaan iyo dhaqaale ahaanba way wanaagsan yihiin, sida tusaale ahaan Taiwan oo kale oo dunida kale oo dhan ka qoqoban oo jasiirada yaro oo gudoomiye dalweynaha Shiinuhu oo leh annaga naga mid tihiin oo annaga nagama go'i kartaan oo waddan gaar ma noqon kartaan. Erigaas aqoonsigana aad baa looga walwareegaa wadamada aan la aqoonsanin iyo wadamada waaweyn markay xataa la macaamilayaan wadamada kale aad bay uga meeraystaan. 2019 markii aan difaacayay buuggeyga PhD-ga Soomaaliland baan ka qoray jaamacadda Istanbul ee dowladda ay leedahay, afka Turkigaana ku qoray. Muddo 7 bilood ayay igu qaadatay inaan dib u edit gareeyo ereyadan isku haynina. Waxaa ka mid ahaa dadkii professorska ahaa buugga qiimeynayay ereyga aqoonsiga oo kale yimid waa inaad ka saarto jamhuuriyadda, waa inaad ka saarto Soomaaliland ku soo koobto. Muddo dheer bay markaa igu qaaday, waayo waxay iyagu ka warwareegayeen in ay Central Library-ga jaamacadda dowladdu ugu weyn ee Istanbul ay gasho mowduuc ka hadlaya Soomaaliland, jamhuuriyadda Soomaaliland, aqoonsiga Soomaaliland, madax banaanida Soomaaliland, waxyaabo noocaas oo kale ayaa midna waxaa buu ahaa safiir ka mid ah safiirada dowladda Turkiga ee u darsatay waddanka Senegal, Professor Dr. Ahmed Kawas, oo iminka laga bedelay maalmo dhaweyd oo gabadh kale lagu bedelay. Maxaabad Soomaaliya u kala go'aysan ayay su'aashiisu isaga badanka ay ahaydba. Marka arrintan waxay keentay in ay qarax weyn oo kale ku noqotay siyaasadda Geeska Afrika, waayo qaab dhismeedka siyaasadda ee dunida marka degtay sidii isugu xirxiran yahay. Geeska Afrika kale haddii aad qaadato, adigu waa blok, marka blokkaas Geeska Afrika haddii aad qaadato, sibay siyaasaddoodu isku wada saameysaa. Siyaasadda Eritrea waxay saameynaysaa regionka oo dhan, siyaasadda dowladda federaalka Ethiopia waxay saameynaysaa regionka oo dhan. Dabcan Somaliland oo iyadoo aan aqoonsi haysanin Soomaaliya ay leedahay anaga inaga mid yihiin, haddii ay Ethiopia ku dhiirataa inay tirado aqoonsi baan siinayna, waxay gelgelaysaa geopoliticskii qaabkii uu shaqeynayay shaxdu sidii ay markii hore u jeclay, dabna wax badan baa dhaqaaqaya. Taasaa keenaysa markaa inay Soomaaliya ka hadasho waxay u bixiyeen sovereignty oo iyada laftigeeda haddii dib loo micneeyo, aanan anigu shakhsiyan aaminsanayn Soomaaliya inay sheegan karto madax banaani, waayo dowladdu waxay madax banaani sheegataa marka ay dhul cayiman ay ka taliso. Shaqada koowaad ee ay dowladdu siiso dadkeedana, arday kastoo dhigta political science-ka 10-ka koowaad baa lagu qaataa marka la qeexayo state-ka, shaqada koowaad ee dowladdu qabataa waa inay ummadeeda siiso nabadgelyo oo qofku nabadgelyo uu ku seexan karaayo. Dowladda aan nabadgelyana isiinaynin, meel ay ka talisana aan la garanaynin, iyada laftigeeda intaas oo jilib u kala jajaban iyo reero iyo gobollo, siday ku sheegan kartaa madax banaanida muxuu ahaa Saylac iyo madax banaanida muxuu ahaa meelo kale oo Soomaaliland ka mid ah anaga leh? Way adag tahay in laga jawaabo. haddii Soomaaliland xataa mustaqbalka la doonayo in dib loo midoobo Soomaaliya, yaa lala midoobayaa? Ma wax lala midoobayaa? Jubbaland, Galmudug,
بنادر يا للمذوبية اللي يقلب في ذبك الولد ولدنا بونت لامال المذوبية مركا أرنتن كريتكس بدن نو كيمت سامين بدن نوية نتي وحقي قبل الله أنه شارك النهاية وضبط أنه شارك النهاية هاتو إن سوماليا اللي افتقدوا أي مارتي وضمك له أي مادامو أي وأمسي حسن شيخ إنه كرسي قرميدي مدوبي سو كفر ديو أقونسي هو هايستو ولي هاي سوماليا أوردن وحيلي سكوردن شلي سوماليا ريبوبليك أوردن أنا ما انتكتلي ومدحوينك أه وحو هايستا فرصة أه إنه ميلة بضن وألباب بضن قراعة سؤال ألباب كستوان قراعين إنه يقول لكيس ألباب الموضة قراعي كرين لكيس الوحن كدو دي كرنا إنا أنن كم يدهين سوماليا إن لبدو ولدود لكلاها لكلا بحي سوماليا دولد مدي دي مدح بنان دي دي أي قارن نقطة سبريشن أي سميسي وحي كد ميكو بيسقاشن كي لحدن كي لكيس حرن مدي دي عن قادن رسمية إمي كنا أين صورة قالها إن تريتوريال إنتجريتي أو شيء يعني إنان سوماليان آنو مكا إن أرنتن واحد قبى إن أي سوماليان واحد بدنا يجوا شيء يعني أقنصي وكلية معها إما يوجا إنك صنو أن ده كلوسي ديني لكن سه حوجا هالجهة ليه واحد ترماميان إنانو كلية هين أقنصي لكن سه items badan ay ku jiraan oo kamid yahay dhaqaalaha oo kamid yahay cooperation oo kamid yahay security oo kamid yahay ganacsi oo kamid yahay waxbarasho caafimaad dhinacyo fara badan uu ka kooban yahay umalayn maayo heshiiska MOU ga ka horeeya inuu yahay wax yar oo kooban 2-3 page uu yahay heshiiska laftigiisa haddii uu soo baxana waxa laga yaabaa inuu noqdo 8 page 9 page 10 page waxa laga yaabaa oo wax fara badan ay ku jiraan heshiiska DP World iyo Somaliland ay galeen siga laftigiisa in dadku ay arkeen in kala ma hubo laakiin sidoo kale dhowrito dabaatan page yani waa very comprehensive moqtay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa en buuqa iyo sawaxanka ay Soomaaliya sameeyayso waxba kama bedelayo arrinkan waayo dawladda Somaliland iyo dadkeeda ayaa mas'uul ka ah umadeeda meesha ay geeniyaan cidii la saaxiibayaan cidii la heshiinayaan MOU-di horeba cid kamay hadalay kan maxaa uu keenaya inuu waayo eriga aqoonsiga ayaa labada sida heshiisada hadaladii xasan sheekh kan muuqatay maanta dhawayd kama xumin in Ethiopia ayna dhaaftay waxaan aad uga xumnahay buu yiri in ay inay Soomaaliland ay aqoonsatay marka inkastoo kale hadalada la isaga dambayn doono xog yar oo note ma soo sameeyay laakiin intaasan ku soo koobay ayaa ma santin waa maxamed ayaa turshid xamud nuur shiqaro ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمكن من 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 المدينه التي تت